هو ايه اللي بيلمح في الارض ده؟ ايه ده؟ ده مصباح. ايه المصباح ده؟ انضفه كده واشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه النور ده والدخان اللي طالع ده؟ انت مين؟ انا عفريت المصباح، تحت امرك، طلباتك ايه؟ عفريت؟ عفريت ازاي يعني؟ عفريت المصباح، طلباتك ايه؟ ليك 3 امنيات. يعني انت تقدر تحقق لي اي حاجة انا عايزها؟ طبعا اكيد، بس في حاجات مش بايدي ما اقدرش احققها لك. يعني انت تقدر تجيب لي فلوس كتيرة قوي؟ ايوه طبعا، دي اسهل حاجة. طب انا عايز بقى فلوس كتيرة قوي. تحت امرك يا مان. ايه ده؟ ده فلوس بجد؟ ايه الفلوس دي كلها؟ ايه امنيتك التانية؟ اؤمر وانا هنفذ. انا عايز اقابل اميرة واتجوزها ونعيش انا وهي في سعادة. اميرة كده تكون من جوه زي من بره حلوة. طلبك عندي يا مان، يحضر في الحال. انت يا اخويا لا مؤاخذة. ها؟ لا لا، اكيد مش هي دي، مش هي دي اللي انا اقصدها. اوعى يا جني اوعى. نعم يا انسة، انت بتناديني؟ اه يا اخويا بناديك. والنبي يا اخويا ما شفتش نمر صغير كده اهو؟ ها؟ نمر؟ نمر صغير ولا قصدك قطة صغيرة ولا ايه بالظبط؟ النمر، النمر بتاعي. لا لا، انا ما شفتش نمر خالص. مرفح فين بس يا ربي؟ طب هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي علاء. علاء؟ اسم حلو قوي علاء ده. علاء؟ بقولك علاء مش علاء. ايوه عارفه يا اخويا علاء. ماشي ماشي، عن اذنك وسعي كده عشان اعدي. اخفى عليك يا علاء، هتسيب انسه حلوه كده زي في الصحراء كده وتمشي، مش تستنى تدور معايا على النمر. يا ست النمر ايه اللي ادور معاكي عليه ده؟ اهو ده انا بخاف من القطه. ما تخافش، ده النمر ده اهو، بص طيب قوي. لا لا، انا ما بحبش ادور على نمر، بعد اذنك. طب استنى، خليك واقف معايا شويه. طه 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 ايه بس؟ انت اسمك ايه؟ انا الاميره تنكا هانم. ها؟ اميره؟ اميره ازاي يعني؟ زي الناس يا اخويا، انا اميره وابويا الملك. ابوك الملك؟ ايوه ابويا الملك اللي بيحكم المنطقه دي كلها. ملك مين يا امه وامره مين؟ انت مش شكلك مش اميره خالص. والله يا اخويا انا اميره بنت ملك قد الدنيا. بقول لك ايه يا علاء، انا شكلي حبيتك وقعت فيك والله. ايه رايك تتجوزني وانا اخليك ملك بعد ما ابويا يتكل؟ ها؟ ها؟ لا لا لا، اصل انا بدور على الاميره ياسمين، هي حبيبتي اللي انا هتجوزها. آه تمام، لكن انتي ربنا سهل لك بقى مع اي حد تاني غير. ياسمين مين يا اخويا؟ انا ترينكا هانم اميره قد الدنيا، خليك ملك، انما هي هتخليك ايه؟ لا لا، انا مش عايزه ابقى حاجه، انا عايزه اتجوز الاميره ياسمين وبس. برضك برضك ياسمين برضك، مفيش فايده. برضك انتي متاكده ان انتي اميره؟ يا اخويا اميره ايه، مش باين عليا؟ اقسم بالله ما باين عليك اي اميره، انت غفيره مش اميره. ها؟ اخفى عليك يا علاء، كده تعمل فيا كده وتقول عليا كده. اخفى عليك، وانا اللي حبيتك يا علاء. خلاص ما تعيطيش، انا اسف. يعني خلاص هتتجوزني؟ لا لا، جواز لا، انا بقولك اسف بس. طب ايه رايك بقى لو ما اتجوزتنيش هخلي النمر ما يخليش فيك حته. نمر مين يا اما؟ مش لما تلاقيه الاول. ما قلتلكش انا صح؟ النمر انا لقيته واقف وراك. ها؟ يا نهار اسود، جن الحق بسرعه، هات لي صوت السلام. تحت امرك. تبي وريني بقى النمره هيطولني ازاي؟ ايه ده يا علاء؟ انت ازاي كده بالسجاده دي يا اخويا؟ ربي غفيره هانم. استنى يا علاء، خد دي لفه معاك والنبي. لفه في عينك وانا راكب بسكليته؟ روحي. طاير يا هوا، طاير على المينا. حلوة أوي البساط ده والله. ها؟ الله، أنت اتأخرت ليه كده يا حبيبي؟ إيه ده؟ أنت جيتي هنا إزاي؟ وإزاي سبقتيني؟ عشان أنا قدرك يا حبيبي، وهتتجوزني يعني هتتجوزني. أتجوزك مين يا أما؟ حل بعيد عني بقى. أخفى عليك يا علاء، ده أنا بحبك. يا ماما كذا مرة أقول لك أنا هتجوز الأميرة ياسمين. شفتيها؟ شفتي جمالها وعينيها وشعرها؟ هي دي الستات، هي دي الاميرات. ما انا ايه يا علاء، ما انا اميره برضك. اميره ايه يا اما بس كده تروحي على جنب؟ خلي بالك الاميره ياسين دي بتاعتك
كلها عيرة، شعر عيرة مركبة شواتير، وكمان لانس في عينيها وعاملة ضربة شعرها يا اخويا بروتين عشان يبقى نايم وزيح ونايح كده، هو صبغها اسود يعني كله عيرة، وكل اللي في وشها ده مكياج، اغسلها بس هتلاقيها جعفر الوزير. ها؟ لكن انا طبيعي جمالي طبيعي، كل كده خلقة ربنا. استغفر الله العظيم. مين يا ست بقى؟ خلينا نروح ادور عليها. استنى يا علاء بس، لسه لازم تقف جنبي. اقف جنبك في ايه بس يا ست؟ يا اخويا الوزير اللي عندنا بتاع المملكة بينيم يا اخويا ابويا الملك مغناطيسي، وبيخليه يعمل له كل اللي هو عايزه، وخلاه ايه عايز يتجوزني يرضيك كده، انا اتجوز الوزير المنير ده. والله ده فيه انوثة عندك. ها؟ عليك يا علاء اخس، وانا اللي قلت ان انت راجل وهتقف جنبي ومش هتسيبني في المحنة دي. اقف جنبك بس اعمل ايه بس؟ ما الوزير اللي عندكم ده شرير قوي. انت اقوى منه تقدر عليه، ويلا بقى بسرعه عشان انا خارجه من ورا ابويا الملك. خارجه من وراه ازاي يعني؟ حط يا اخويا لبس الجاريه سعديه اللي عندنا عشان ما يشوفنيش وما يعرفنيش. اوف. وبعدين بقى بص، انا هساعدك، اخري معاكي مساعده، لكن جواز انسي يا ماما. ماشي ماشي، الاول ساعدني وبعدين نشوف بقى حكايه الجواز بقى في رواقه. تمام يلا قدامي. لا استنى، خدني جنبك والنبي، انا نفسي اطير على السجاده الطايره دي والنبي اخد لفه. ست هي بسكليتة، اتفضلي تعالي. يلا طير يا اسطى. استغفر الله العظيم يا رب. هو ده القصر بتاعكم؟ حلو مش بطال. اه يا اخويا ده القصر بتاعنا، ولما تتجوزني هيبقى بتاعك. قلنا جواز لا بقى، خلينا في اللي احنا جايين عشانه. ماشي ماشي، تشرب ايه؟ اشرب شاي. سعدية انت يا جاية اللي اسمك سعدية، تعالي بسرعة. هي دي سعدية؟ اه يا اخويا دي سعدية الجارية بتاعتي. خلاصي ده انت اللي جارية عندها. ها؟ انت مرتبطة يا سعدية؟ لا انا مش مرتبطة. تتجوزيني يا سعدية؟ انت بتقول ايه يا علاء؟ انت هتتجوزني؟ انا انت عايز تتجوز الجارية؟ تتجوزيني يا سعدية وانا هخليك تطيري معايا على البساط الطاير، واجيب لك قصر كده، واجيب لك تنكة دي تشتغل عندي الجارية. اه انا موافقة. هي موافقة؟ باي باي يا تنكة، روحي بقى اتجوزي جعفر الوزير. خليه يحبسني في الكهف انا وسعدية. ماشي. ها؟ ايه يا صاحبي عامل ايه؟ والله كويس الحمد لله على كل حال. لا انا حاسس كده من صوتك كده ان في حاجة. والله مش عارف اقولك ايه، العيشة بقى صعبة والدنيا صعبة والواحد زهقان وطلع عينه مش عارف يعمل ايه. روق روق يا صاحبي كده، صدقني الايام الصعبة دي هتعدي وهنقعد كلنا نفتكرها ونضحك مع بعض واحنا في السجن. ها؟ لا الله يبشرك بالخير. يا عم روق يا عم، بهزر معاك. اقولك ايه، تعال نضرب بقى ايه اتنين حواوشي كده لحمه بلدي كده، وبعدها ايه نشوف هنعمل ايه. يا عم لحمه بلدي ايه وانا لا اكل؟ يا عم ما تقلقش انا اللي هحاسب، واصلا الرغيف ب3 جنيه. ها؟ رغيف ايه اللي ب3 جنيه؟ لحمه يا عم، استنى كده هندهلك الراجل وتعرف بنفسك. يا ريس لو سمحت. امرني حضرتك. اقولك ايه، هو الرغيف بكام؟ ب3 جنيه. ده بلدي يا عم جابر؟ اه بلدي والله يا استاذ احمد. امال ابو 5 جنيه اللي هناك ده ايه؟ اه ده بوليسي. ها؟ بلدي صح؟ هو 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 اه والله بلدي. ها؟ الو ايه يا ماما عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي والله. انا مخنوقه قوي يا ماما. معلش يا حبيبتي قومي اغسلي المواعين. ها؟ مواعين ايه يا ماما يا حبيبتي؟ انا بقولك انا مخنوقه. ايوه يا حبيبتي، وانا بقولك قومي اغسلي مواعين عشان تفكي. مواعين ايه بس اللي تخليني افك؟ بقولك ايه يا ماما، انا خلاص اتجوزت والحمد لله، وعشت الحياه الزوجيه والتجربه نجحت ومية مية. ممكن بقى والنبي تقولي لي اعمل تسجيل الخروج منين؟ ها؟ لا يا حبيبتي دي ملهاش تسجيل خروج، ده ذهاب بالعوده. تعرفي يا ماما وانا صغيره كنت مفكره الناس اللي بتكلم نفسها في الشارع دي دول مجانين، طلعوا متجوزين. ها؟ والله يا حبيبتي امال انا اتجننت من قليل؟ انت يا ولية وقت التلفزيون شويه مش عارفه انام. حاضر.
محدش بيعرف ياخد راحته في البيت ده خالص. ناموا بقى صدعتوني. ايه ده؟ مين بعت رسالة دلوقتي؟ ايه ده؟ يا لهوي، تم ايقاف حسابي البنكي لعدم تحديث البيانات. يا نهار اسود. ردوا بقى يلا، انتوا نمتوا ولا ايه؟ للغة العربية اضغط 1. اهو 1، خلصوني. للشكاوى اضغط 2. اهو بقى يلا خلصوني. سيقوم بالرد عليك احد مندوبينا، يرجى العلم ان هذه المكالمة مسجلة. يا دي النصيبة، مسجلة، خلصيني. حموكشة السيد مع حضرتك، اتفضلي. حموكشة؟ هو انت مندوب بتاع الاتصالات اسمك حموكشة؟ ايوه يا فندم. وحياة امك بجد؟ ده حموكشة ده يا ابني اسم حرامي. تمام يا فندم، استفسار حضرتك. اه يا اخويا نسيتني، بيقولي تم ايقاف حسابك البنكي لعدم تحديث البيانات، ايه الحكاية دي يا اخويا؟ وقفت الحساب ليه؟ انا عملت حاجة؟ لا يا فندم، لو سمحتي الاسم كامل. تنك هانم. الاسم رباعي بعد اذنك. تنك هانم حموكشة السيد. ها؟ ده اسم حضرتك رباعي ولا ايه بالظبط؟ اول نعمة، عشان حموكشة السيد يعني زي اسمك. عادي صدف. تمام يا فندم، لحظات وهرد على حضرتك. تمام يا اخويا، بس بسرعة الله يخليك. تحت امر حضرتك. ايه ده؟ ايه بيسمعهولنا ده؟ تمام يا فندم، ظاهر قدامي ان تم ايقاف حسابك البنكي لعدم التحديث. يا لهوي، واعمل ايه انا دلوقتي؟ مفيش مشكلة يا فندم، قول لنا الرقم القومي واحنا هنستعلم عن السبب. ماشي يا اخويا، اكتب ورايا. ايوه 2020، 2023، 56، 33، 50. تمام يا فندم، لحظات وهنرد على حضرتك. اخويا خلاص بقى، لحظات، خلصتوا الباقة. احنا اسفين لحضرتك يا فندم، ثواني وهرد عليك. تمام يا فندم، ممكن الرقم الفيزا والرقم السري علشان نحدث لك البيانات؟ تمام، ثواني. انت يا وليه بتتكلمي عن دلوقتي؟ صدعتيني، مش عارفه انام. اخويا استنى، هي ناقصاك انت كمان؟ نام، سيبني في الوكسه اللي انا فيها. نعم يا فندم، متكلميني انا؟ لا، اتنقي اسكت انت كمان. تمام يا فندم. اكتب ورايا يا حبيبي. 2020، 2023. يا لهوي، استنى يا لهوي، الكارت وقع مني، راح فين؟ هي وقته ده؟ استنى يا اخويا معلش. تمام يا فندم، تحت امرك. عادي يا فندم، تحت امرك، ممكن تتصلي في اي وقت تاني. لا استنى، اتصل في وقت تاني ايه؟ انا صدقت ما رديتوا عليا، النور جه اهو، استنى ادور على الكارت وارجع لك. تحت امرك يا فندم. يمكن هنا رميته هنا؟ يا لهوي، مش لاقياه، الكارت راح فين؟ انت معايا يا اخويا؟ ايوه يا فندم، ممكن تتصلي في اي وقت تاني حضرتك لما تلاقي الكارت براحتك. نعم يا فندم، 2000 جنيه؟ انت عامله كل اللي انت بتعمليه ده ومصدعاني من الصبح وعماله تغلطي وكده عشان خاطر 2000 جنيه؟ ايوه يا اخويا، عشان 2000 جنيه. امال ايه يعني؟ دي فلوس ولا دي ايه بالظبط؟ الو، بترد؟ راح فين ده؟ قفل ولا ايه؟ ماشي يا ابن الموكوس. حموكشة السيد مع حضرتك، استفسار حضرتك؟ ايوه يا حموكشة، كده تقفل في وشي يا حموكشة، عيب عليك والله. انت تاني، لو سمحتي اقفلي لما تلاقي الكارت وبقيتصلي. الو يا حموكشة، صعيد قفل تاني. حموكشة سيد مع حضرتك، استفسار حضرتك؟ انا تنكة يا حموكشة، بتقفل عليا ليه يا حموكشة؟ وبعدين بقى لقيتي الكارت؟ وحياتك يا اخويا ما لقيتهوش، استنى بس هدور عليه وهكمل معاك. يا ستي لما تلاقيه كلمينا بقى، ما تقرفيناش. الو يا حموكشة، يخرب بيتك راجل منيل. والله ما انا سايباك، هرن عليك تاني. تقفل في وشي؟ ده انا عايز اخد الفلوس، دول 2000 جنيه. يا لهوي، انت تاني برضو؟ اكيد انت، صح؟ انا ما رايش غيرك النهارده ولا ايه؟ يا حموكش اخطا عليك يا حموكش، قلت لك ادور على الكارت واقول لك البيانات. بص يا ست، الصراحه احنا نصابين وبنبعت الرساله دي لكل الناس عشان نسرق فلوسهم اللي في البنك، خلاص ما تتصليش بيا تاني بقى. ها؟ بتقولي يا حموكش نصابين؟ لا، انت بتضحك عليا، استنى بس هلاقي الكارت دلوقتي وهنخلص البيانات. يا
ست اقسم بالله احنا نصابين نصابين، سيبيني بقى واعتقيني لوجه الله. يا ولية وطي صوتك شوية، مش عارفة انام الله يخرب بيتك. يا اخويا ما تنام ولا تتنيل بقى، انت عارفني في عشتي ليه؟ مش كفاية الفلوس اللي عضية دي؟ قالوا يا حموكشة. ايوه ثواني بس هدور على الكارت والله وهديك البيانات. استنى اكيد القط رميته عند الباب، هروح بسرعة اجيبه واقولك البيانات. لا حول ولا قوة الا بالله يا ست، احنا نصابين واحنا نصابين. فعليك يا حموكشة كده مش عايز تساعدني؟ قلتلك استنى في ايه؟ الو يا حموكشة رد عليا. بص المنيل قفل تاني، والله ما انا سايباك يا ست. حرام عليكي، اقطع الهدوم اللي حلتي؟ قلتلك انا نصاب، انت ايه ما بتفهميش؟ بص بس استنى افهمني، اصل انا كنت هسحب الالفين دول يا اخويا عشان ادفع الجمعية واقدر اقبض الفلوس، ما انا لازم ادفع يا حبيبي. استنى بس انت كده هتبوظ الدنيا كلها. صدقي بالله يا ست انا تبت عن الشغلانة دي، والله انا تبت على قديتي. ما تتصليش بيا تاني، ابوس ايدك عشان ما تضيعش الثواب اللي انت عملتيه. انا تبت وده نادرا ما يحصل، ارجوكي. بقولك ايه، انا هنتحر عشان اخلص منك ومن الدنيا دي كلها. باي. الو حموكشة انت موجود؟ رد عليا رد عليا يا حبيبي يا حموكشة. استغفر الله العظيم، انت يا ولد يا حموكشة رد. رأيكم يا اولاد نبتدي بقى الحصة دلوقتي؟ ما احنا قاعدين مع بعض بقى، هي ساعة الحظ دي بتتعوض. هتتعوض ان شاء الله، ادي احنا قاعدين مع بعض. النهارده بقى هنتكلم إيه؟ عن القيم المطلقه. إيه؟ النهارده يا اخ مرسي هنتكلم عن القيم المطلقه. انا مش هتكلم معاكم، انا مش هقدر اتكلم الصراحه. ليه؟ نعم ليه؟ انا ما احبش اتكلم عن حد وهو مش موجود. ايه نتكلم دي؟ ايه نتكلم دي؟ التعليم باظ من شويه، جايين مدرسه عشان نتكلم ولا نتعلم؟ واحدة لو سمحتوا انا هفهمكم. ولا لحظة ولا بينا وبينك اي حاجة. كلام في العلم في المنطق. وعملت ايه في ناس سنين؟ بس كده مش هينفع، انا ما كملتش حصة، انا ما كتبتش التاريخ حتى. مرسي. يا مرسي. يا مرسي. يا نعم. نعم يا قبلتي، عايزة حاجة من الشارع؟ شارع ايه يا ابني، احنا قاعدين على قهوة ولا ايه؟ اتفضل قوم اكتب على السبورة. ايه؟ اكتب على السبورة. اسمها سمبورة. سمبورة. حلوة وسمبورة. يا بهجة لو سمحت مش عايزة اسمع صوتك خالص. اتفضل قوم اكتب على السبورة. اكتب ايه؟ همليك. مش بعرف اكتب. ابصم. اتفضل قوم اكتب. لازم على السمبورة؟ لازم على السنبورة. طول مشوار لحد السبورة. الزتولة كمان انت قاعد على طول. عيب يا ولد. تاكسي عند السبورة لو سمحت. بسرعة. انا اللي سايق. يا سلام، هنا السبورة. من السهل على الانسان ان يقلد صوت الحمار، لكن من الصعب ان يكون له القدرة والتحمل والصبر. لا حول ولا قوة الا بالله. بس يا ابني بس. أنا زعلان. إنه في هذه الأحوال. أكتب إيه؟ مليتك دلوقتي. ما سمعتش. لا سمعتني. سمعت بس بستعبط. طب يا موسى تاني مرة ما تستعبطش. ممكن؟ تفضل. من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار. قبلتي يا قبلتي. أيوة تحت أمرك. أمي بسلم عليك وبتقولك مليني واحدة واحدة. افتكر ان الست الوالدة ملهاش دخل ابدا باللي احنا بنعمله ده. طب مليني واحدة واحدة. حاضر. عشان بستوعب وانا بكتب. حاضر. واحدة واحدة. حاضر. اقدر لك الخير يا ضنايا. مينة السهلي على واحدة واحدة الانسان. واحدة واحدة. وبعدين ضحكنا كتير، هناخد السنة كلها ضحك ولا ايه؟ عندك حق. واحدة واحدة. مينة. واحدة واحدة. انا ما قلتش غير مينا. وهي مينا دي شوية. واحدة واحدة. بس اربعة على ايه؟ لسه السنة قدامنا طويلة. حاضر يا مرسي. ميم نون. ميم نون. تبقى مينا. ميم نون.
مين السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار؟ اللي كتبته ده يا مرسي. منى فين التكملة؟ السنبورة خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ اجيب سنبورة من عند أمي؟ أصرف على الحكومة بقى ولا ايه؟ فضل قعد. نعم؟ فضل قعد. انا كنت قاعد اروح بتاكس واجيب تاكس. كنت قاعد. لازم تجيبوا الكلام لنفسكم ولا ايه؟ يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود. ما انا كنت متنيل على عين امي وقاعد. يعني في عينك كده؟ مش كنت قاعد ولا مش قاعد؟ انا لازم تمشوريني يعني؟ عاجبك تقولي فعيل ثمن العطل اللي اتعطلتها دي؟ وقافل المحل ورايح للصنبوره وجاي للصنبوره واخد تاكسي رايح وتاكسي جاي. اللهم لا تحاسبنا على ما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. طلعت عريس الفلسفه. ما عندناش كشاكيل. ما عندناش اي ورق فاضي. ما عندناش. ما جبتوش كعريس الفلسفه؟ نسينا. اللي نساكوا يا شطار. الا ما لا يسهو. اعترضي بقى على كلام ربنا. في ثلاث كلمات مهمين جدا يا اولاد، اللي هما الحق الخير الجمال. خبر اسود على اليوم اللي مش فايت. ايه اللي دخل علينا الفصل ده؟ مفيش حاجه دخلت. استني بقى عشان نشوف البلاوي اللي دخلت علينا دي. مفيش حاجه دخلت. كنا قاعدين. اللهم في ايه دي؟ فراشه. ايه فراشه؟ لا ده شكله دبور. دبور؟ ما هو ده اللي انا كنت عامل حساب. انا مش شايفه حاجه. بس احنا شايفين ده صغير قوي قوي. كل واحد يقعد مكانه لو سمحت. على شعرك. على كمي. على ايدك. على صدري. بقى يفلت منكم. اللي اتأدب. دراعي. دلوقتي ممكن نكمل حصتنا كلها. احنا نروح الاسم بقى بصراحة. الحق الخير الجمال. محدش ليه دعوة بيا خالص. انا عايزها ملوح وعايزها مطروشة كمان. مش تقول يا راجل. ده بنقول اهو لسه بصحتنا اهو. ان شاء الله المره الجايه هكسرك بقى ايدك ورقبتك ورجلك في وقت واحد. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. نهار اسود. يا نهار اسود على الجبروت بتاع الستات. تكسري لي رقبتي ورجلي وايدي؟ يا نهار اسود. عايزاني امشي متشوه في الشارع؟ دراعي ورجلي ورقبتك. مين؟ رقبتك. ابقى مدلدل على صدرك. ابقى انا هنا ورقبتي هنا واتكلم بالشقلوب؟ اخش بيتنا من غير رقبه خالص ويجي يضربني بالقلم ما يلاقيش اي رقبه يضرب عليها؟ اقعد معلق الراجل طول النهار كده واشيل رقبتي على ايدي بدل ما ادخل لامي ببطيخه ادخل لها برقبه؟ انت عشان ربنا مديك شويه صحه يعني عشان انت اكبر مني في السن؟ على العموم انا كنست عليك السيده. كشفت راسي كده واتجهت وقلت لها يا ام العواجز يا ام العواجز يقعد لها في عينها وعافيتها يا رب يا رب. عفت بنت عبد الكريم مش تحتفى يا رب ومزلوله وبتعيط. يا شيخه اشوفك يا شيخه. حرام عليك يا شيخه. مين اللي كده يا شيخه؟ ايه يا استاذ؟ ايه يا اخويا؟ ايه عدد موقفك معايا؟ انت مع مين بالظبط؟ قاعد جنبي عياقه شربيك مع عادك فسوخه جنبي؟ يا ربنا يا اخي ده انت بتاكل عندنا كل يوم يا اخي. عيب يا اخي. ايه اللي عيب؟ عيب انا عملت لك ايه يا اخي؟ اللي عملت لي ايه؟ اعمل لي يا اخي عشان اتنك. ايه طيب ايه؟ عرفني ايه اللي ايه؟ عايزني اقطع نفسي؟ اعدل الكرسي اللي عندك ده يا اخي. خلاص لا ادب ولا حياه. انت قد ما بتعدلوش الكرسي ليه يا واد؟ ما بتعدلوش الكرسي ليه يا واد؟ بهجت؟ نعم. ومقف؟ نعم يا اختي. لما تتكلم مع المدرسه بتاعتك احتراما ليها تتفضل تقوم تقف. طب حد فيكم يقوم يكلمها بقى؟ بلاش انا، المدارس باظت يا جدعان. تقول لقف. بتقول لقف بعد 14 سنه خدمه في ثانوي؟ بتقول لا وموقف. دي مدارس يا جدعان؟ ايه فين مدارس زمان؟ هي دي مدارس ايام رفيع الطهطاوي؟ فين ايام رفيع الطهطاوي؟ يا سلام. الله يرحمك يا طهطاوي. الله يرحمك يا طهطاوي. رفيع الطهطاوي وقاسم امين وزكي جمعه. مين زكي جمعه ده؟ اتفضل قوم وقف.
جدعان حد يقول لها حاجة يا جدعان. اخوانا عيب يا اخوانا، ده احنا اللي بندهن الهوا دوكو يا جماعة. برضو هتقوم تقف يا بهجة يا أبصيري لو سمحت. هو واثقة من نفسها يعني، أرجوك يا بهجة يا قمر لو سمحت. بدل كده مش عاجبك يبقى قمر. دراعك بيوجعك قوي يا واد يا مرسي. قمر. نعم نعم يا فندم. من فضلك يا بهجة عايزة أديك سؤال في المنطق. معيش حاجة أخد فيها. معيش. بكرة الصبح، بكرة الصبح هجيب معايا سلطانية أخد اللي انت عايزة الدهون. لفيلي في ورقة، لفيلي في ورقة، بس لو الدلدق ماليش دعوة بقى. من فضلك يا بهجة عايزة أسألك سؤال في المنطق. أنا؟ تسألين أنا؟ أيوة. شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة. حرام تسأليني أنا العبد الفقير على الله. وبعدين بقى وبعدين؟ هو يوم مش فايت. تسأل السؤال وهتجاوب عليه، ما هو المنطق؟ كلنا هنسأل يوم القيامة، كلنا. ما هو المنطق وبسرعة لحد ما حضر لك السؤال اللي بعده. حاضر حاضر طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده تقول لنا حاجة يا جدعان. اي كلمتين وعلى طول يعني، اخوكم مزنوق يا جدعان، كلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي. اشمعنى دلوقتي طناش يعني؟ ايه زعيم اوانت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين وانا هقول، بص على طول هقول. بهجت. نعم. ما هو المنطق؟ ايوه ما هو المنطق. اتفضل بسرعه. اتفضل حضرتك. وانا هو احنا عندنا حاجه في المنهج اسمها منطق؟ انا يا جدعان في حاجة عندنا اسمها منطق؟ انا عارف بيجيبونا الاسامي دي منين. ما اعرفش. انا ما اعرفش يا ست هانم، انا لو اعرف اقول على طول. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ في لمؤاخذة ما بيننا محاكم ولا اولاد ولا حاجة؟ اتفضل اقعد. هي شغلانة بقى. اتفضل قوم، اتفضل اقعد، احنا بنشتغل عند اهاليكم احنا هنا. قلت ايه؟ نعم انا ما قلتش حاجة. اهالي مين؟ كلنا كويسين مع بعض، مفيش لا شوف اما اقولك، انت عصبية وانا عارفك اهو، تغلي في روحك. انا غير العالم اللي ورايا دول خالص لمؤاخذة. عندكيش فكرة عن بهجة الاباصيري بقى ولا ايه؟ لا ده انا عندي فكرة قوية جدا، ده انا جاية مخصوص عشان انا. ايوه عشان بهجة الاباصيري اللي هو انت. ايه ده انت جاية مصلطها يا جدعان؟ ايه يعني هتعملي ايه يعني بقى؟ قريلك هعمل ايه يا بهجت؟ يعني هتعملي ايه يعني؟ سمك نصين من هنا اهو. نصين؟ نصين من هنا اهو. من هنا اهو. طب اتجوز ازاي انا بقى؟ ايه يا جدعان؟ جايبين لنا مدرسة من المذبح يا جدعان؟ امشي بأي نص فيهم انا بقى؟ ماليش دعوة. ماشي بالنص الفوقاني كده ايه؟ تنع النص التحتاني بقى. يا اخوانا ده يا اخوانا مشفونا حل يا جدعان، واحد نصين والتاني دراع وطار، اتخرج من الثانوية على التأهيل المهني عادل. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ فهمني بالظبط انت عايز ايه؟ يا بهجة يا أباصيري الزوم ما ينفعش معاك. ايه مالك يا واد؟ سيب الجدع، سيب الجدع يا شيخ. ايه اللي فتوى يعني محدش قدك؟ بس انا بلعب برياردو ما يهمنيش اي حد. انت عايز ايه؟ انا بقولك ايه، سيبي. طب وانا هسيب، لو انت سبت انا هسيب على طول. حملك ده. انا اتهزقت يا اخوان. ولا كلمة. ايه يا سيدي امال زناتي بقى وفتوة وعضلات، وانت المخ وانا العضلات انا طالع على الاول على الساحة الشعبية. ام ساحة الشعبية ايه يا عم؟ والله مهما انت عمله هتسأله يعني هتسأله. مرسي زناتي، مرسي زناتي. انا على ابو بورس، على ابو جابو مرسي. عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة ايه يا شيخة؟ عايزة بزفت الطين ايه؟ عايزة مني ايه؟ انا مخصمك انت عايزه ايه؟ انا مش عيله معاك يا مرسي عشان تخاصمني. قوم يا اخويا، قوم يا اخويا، مش عايزه عياط هنا. قوم يا مرسي. يا والله لما تموت انا وراك والزمن طويل. انت بتعمل كده ليه؟ ايه بتعمل كده ليه؟ بشحت في شي يا اختي. قمر راعي ملوح مش عارف اجاوب. جاوب بلسانك. هو راخر ولا قطعهولك من لغاليغو؟ لغاليغو؟ تقطعهوله من لغاليغو؟ ايوه. انت جبت لغاليغو دي منين؟ هي الدكتوراه بتاعتك في اللغاليغ؟ كل واحد يخلي باله من لغاليغو.
اي واحد لغاليغ وهتروح منه، انا ماليش دعوه، وانا بعد كده هاجي المدرسه واسيب لغاليغي في البيت. حد عارف البني ادم بيبقى قاعد في امان الله وما يلاقيش لغاليغه، تقف شهر قدام الجمعيه عشان يدوك لغلوغ واحد. جاب لنا 4 لغاليغ امبارح، عملنا 2 بالفريك و2 من غير فريك. بس خالص، انا عارفه ان انا قلت لك لغاليغ. اللغلوغ الواحد ب 14 جنيه في الجامعه. لغاليغه بس ربنا يهديكم. مرسي زناتي وبسرعه بقى. مرسي زناتي بيقول لك ايه يا احمد؟ بس بقى يا عم خلاص، عايز يديني 50 قرش واقف انا. اقوم انا، انت فاهم كل حاجه، اقعد انت. قوم يا مرسي، تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ اقفل بقى، تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ اقفل بقى وانت بتتكلم. تعرف ايه عن المنطق؟ يعني المنطق، افتح بقك. اقفل بقى ولا افتح يا شيخ؟ تعرف ايه عن المنطق؟ انا يلا بسرعه. اشمعنى انا يعني عن دول العالم اللي قاعده دي؟ بتدور يا حبيبي. لا استنصاد. ايوه هو استنصاد. تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف انه كويس. لا وحش يا ابني. لا ولا كويس ولا وحش، تعرف ايه عن المنطق؟ قلت انا ما جيتش جنبك عشان تعيط. خد اقرا الجواب ده يا سلطان. لا انا ثقافتي الماني. الماني؟ يس. جيف مي همبرجر كده الماني؟ المانيا الشرقيه. هي بتفرق بين المانيا الشرقيه والمانيا القمح. اخر مترو مصر الجديده صح؟ جاب مصر الجديده والمترو لالمانيا. بس يا عم كده وفر ثقافتك واقرا الجواب ده وسمع اخواتك. ده لابوك؟ لابويا. الحق وقلبك في خطر. يا عم وانت لسه قريت؟ اسمعوا، من زمان الواحد ما قراش جوابات، بس تختلف جوابات زمان عن دلوقتي، حيث الشكل والنوع والتطبيق. قادر الجواب يا سلطان. برافو، تعرف كده احسن؟ طبعا احسن. برافو، اني كان ممكن اقراه كده. تقراه كده ازاي؟ انت هتلوح كده. ايه ايه؟ الله 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 الله. بتقولوا عليا مش نافع، روحوا رب ابوكوا الاول وبعدين تعالوا كلموني. ايه بس يا سلطان، في ايه الجواب ده؟ ايه الخيبه؟ اسمعي ابوكوا بيستغفلكوا وانتوا قاعدين زي الشويله. اسمعوا، اسمعي واسمع انت كمان عشان بتنبسط من الحاجات دي. ايه رايك في اللي سمعت؟ يا نهار اسود، ابويا عامل كل ده؟ لا ولسه. اسمعوا يا اخوانا، منامور رمضان بطيخه بقى اسمه منامور. مون شريه، وعهد الله انا لو حد قال لي شريه وشها يا حمار. شريط ايه يا سلطان؟ هو ابوك هيركب شريط؟ شريط ايه؟ سمعتها شريط ازاي؟ ودنك دي ايه؟ ودنك بقت ايه؟ ما بتسمعش صح؟ انت ولا عبيط انت، شريط ايه؟ بيقول لك شريه يعني حبيبي. اكبر، الله اكبر. وايه يعني يا سلطان؟ واحد صاحبه بعت لبابا قال له بحبك، مفيهاش حاجه يعني. واحد صاحبه؟ ابوك هيهرب مع واحد صاحبه؟ اقعد يا ابني، اقعد يا عاطفه، اقعد يا حبيبي. قلبها ابوكوا بيحب، انت حبيبي، انت عمري، انت الحب. ابوكوا اتجنن يا جدعان. احترم ابوك شويه. ما احترمه ازاي يا عم؟ كان متفق معاه على الطلاق. طلاق ايه يا سلطان؟ كلام واضح اهو، بتقول اول ما تتم اجراءات الطلاق هنتجوز ونعيش في سعاده. مقدره التضحيه اللي انت عملتها، ان انت تسيب بيتك وعيالك. يعني بابا عايز يطلق ماما؟ دي ماما دي زي العسل، ده انا كنت اتضحي يا جدعان. يا نهار اسود، هات سلطان الجواب اقراه يا سلطان، ولا اي حد تاني اقراه، هذا سلطان. انا عايز اعرف ايه اللي عاجبها فيه. واحد ومكحكح، هتعمل ايه بيه بالظبط؟ سلام يا اخويا، اولا بابا مش مكحكح. نيلي، ابوكي مكحكح واقرع وفيه عبر الدنيا كلها. ده تكوني لا فيكم في ايامكم السودة، ده انت هتشوفوا ايام سودة. بتقول له كمان لقد حقست لك تسكتتتتن تسكرتتتن تتتنتن تتتنتن سكرتتتن تسكتتتنتن تسكنتنتن. هما اتنين هم اتنين بل قلب الدماغ الجمع المسكر من الاتنين يبقوا سسكتتتتتين. الكلمة من عيلة ب60 نيلة، ايه الكلمة دي؟ النبي انت مش مكسوف من نفسك؟ مش مكسوف يا سلطان، مش عارف تقرا الجواب؟ انده لاخوك الصغير يقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف، تعالى اقرا لاخوك الكبير الجواب. ايوه هم اتنين فعلا صح، برافو عليك. زمرتين، زمرة ليك وزمرة لامك. سكرتتم اصل احنا مخدناهاش دي. هي النعمه ما عدت في اي مقررات الكلمه دي. تهجاه، لقد حجزت زرع. فين زرع دي؟
افتكر الكتابة من اولها عشان اوصل للكلمة من ايلة دي. قد حجزت زرعا تسكا تسكرت تسكرت تسكرتين تسكرتين. ابعد يا جدع ابعد، انا بنقرا الكفت يابا. تسكرتين او هلك غيبا تسكرتين. سكحت تسكرتين حجزت تسكرتين ليوم الثلاث الجاي. النهارده الثلاث، يعني مش فاضل قدامنا غير اسبوع عشان نمنع ابوكم من السفر. كمل. اسمعوا الملحوظه دي، عصفوري. عصفوري الراجل ابو قردان ده يبقى عصفوري. كمل بقى يا اخي بقى دوست اعصابي. اشتريت لك يا حبيبي بيجامه حمراء. معقول يعني يا جدع ابوك هيطلق امك عشان بيجامه حمراء؟ يا ترى ابوكوا بيخونوا امكم مع مين؟ ستات هنا بتيجي. ايوه تكون ام عبد الغساله. عبد الغساله ابوك هيهرب معاها؟ الولاد التخينه دي يعني شفت ابوك وهو بيتفرج عليها وهي بتمسح. هو كان بيبص، هو انا كمان كنت ببص بس من بعيد. مش هي؟ لا مش هي يا اخي، مع انها من توبو. طيب يا سلطان. ايوه يمكن ام خميس بتاعت العيش. بس مين يا عم ام خميس الغلبانه العجوزه اللي بتدينا العيش وتروح واقعه؟ لا بس عود اوعى. بس يا سلطان ده مش عارف تفكر بتشوشر علينا. انا اقول لام خميس ام الله، انا فكرت الستات تطلعوا رجاله. الله دي حاجه، ما فيش ستات بتمشي مع ابويا. شفت الحمد لله. اما انت ابن حلال. الحمد لله، ده احنا كنا هنضيع يا جدع. انت كريم يا رب، ده كنت معدي الصبح بالليل. ايه الصبح بالليل؟ ايه الصبح بالليل ده؟ ايه الصبح بالليل؟ مش عارفه، الصبح بالليل ساعه الشروق ما بتخش في الغروب. انا عارف انا بقول لك ايه. ست لقيت ابوك ماسك ايدها ومعديين ايه على الرصيف، وبعدين راح مسك ايده ودخلها جوه. جوه؟ حطها جوه. تصور. مش بيت، مش تقولي جوه بيت. جوه فين؟ جوه استنى، جوه البنطلون. وراح مطلع فلوس وراح مديها لها، قالت له كتر خيرك يا ابني. هي دي الست؟ ربنا يخليك يا ابني ويخلي لك عيالك. فرحت بقى لما قالت له ربنا يخلي لك عيالك. هطلع عين اهلك النهارده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جدع؟